تلو الآخر تزداد حدة المنافسة الشرسة بين المرشحين الأكثر ترجيحاً لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب. وتعد القضايا الأمريكية كالاقتصاد والهجرة والإجهاض وحيازة المدنيين للسلاح وغيرها من الأزمات أو القضايا الداخلية المثيرة للجدل أرضاً خصبة للمرشحين في محاولة كسب أصوات الناخبين في نوفمبر المقبل. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فاجأ الأمريكيين حينما غير نهجه الصارم تجاه قضية الإجهاض التي تعد أحد أبرز قضايا الرأي العام الأمريكي وتؤثر بشدة على الانتخابات الأمريكية، إذ قال إنه يفضل ترك القضية للولايات على أن تحدد كل ولاية عن طريق التصويت أو التشريع أو ربما كليهما نهجاً في هذه القضية، موضحاً أن الأمر كله يتعلق بإرادة الشعب ليتهرب ترامب من أي قيود أو حظر على مستوى البلاد، متهماً الديمقراطيين بأنهم المتطرفون في هذا الموقف. جاء ذلك بعد أن تفاخر ترامب لوقت طويل أنه تمكن عبر القضاة الذين رشحهم في المحكمة العليا من إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، ما أدى لحظر عشرات الولايات الإجهاض أو قيدت الوصول إليه. وفي المقابل قوبل موقف ترامب بسرعة بالتنديد من قبل الجمهوريين المحافظين، ومن بينهم نائبه السابق مايك بنس الذي اعتبر تراجع الرئيس ترامب عن الحق في الحياة هو صفعة في وجه الملايين من الأمريكيين الذين صوتوا له في عامي 2016 و2020. من جانبه لم يتأخر منافسه الديمقراطي بايدن في الرد على تصريحات ترامب، إذ اعتبر أن المرشح الجمهوري يخشى أن يحاسبه الناخبون الأمريكيون في الانتخابات الرئاسية بسبب مسؤوليته عن وضع حد للحق في الإجهاض الذي كان يضمنه الدستور. يذكر أن موقف بايدن من الإجهاض ينبثق عن الأفكار الديمقراطية التي ترى هذه القضية حقاً من حقوق المرأة، وهو ما ظهر بوضوح خلال حملات المرشح الديمقراطي الذي جعل تلك القضية مفتاحاً رئيسياً لبرنامجه الانتخابي لعام 2024.